السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا. أنا نصر مرجان وأنت دلوقتي بتتفرج على قناة كورسات أونلاين. في سؤال مهم جدا عاوز أسأله في بداية الفيديو، كم مرة في حياتك اتفرجت على فيلم أجنبي وكنت كل اللي بتعمله إن أنت بتتفرج فقط على الترجمة اللي موجودة تحت باللغة العربية؟ أعتقد كتير، مش كده؟ طيب هل في مرة تعرضت ان انت سافرت لدولة اجنبية زي امريكا او انجلترا، او ان انت قابلت حد في بلدك سائح بيتكلم لغة انجليزية فما بقيتش عارف هو بيقول ايه؟ هو بيتكلم انجليش بس انت مش فاهم هو بيقول ايه؟ هل تعرضت لده؟ كتير مننا اتعرض لده. طب ايه المشكلة؟ بالرغم ان احنا بنقعد من سنة اولى ابتدائي لصف الثانوية العامة 12 سنة تقريبا بندرس لغة انجليزية، وفي الاخر بنلاقي نفسنا مش عارفين نفهم أو نتكلم لغة إنجليزية صحيحة. يا ترى إيه المشكلة؟ المشكلة يا صديقي إن اللغة الإنجليزية اللي أنت بتشوفها في الأفلام أو اللي أنت الناس بتتكلمها في الشارع دي مليئة بالإيديومز والمصطلحات. والإيديومز والمصطلحات اللي ما بيفهمهاش غير أهل البلد، الناس اللي موجودة جوه البلد أو الناس اللي راحت عاشت معاهم أو الناس اللي اتعلمت الإيديومز. أنت بحقيقة مش محتاج تروح أمريكا أو إنجلترا عشان تتعلم الإيديومز أو المصطلحات اللي هم بيقولوها. طيب ازاي الحل بتاع المشكله ايه؟ الحل بتاع المشكله هتكلم فيه النهارده هو عباره عن كورس في اللغه الانجليزيه اسمه Speak English Like an American. Speak English Like an American، تحدث اللغه الانجليزيه مثل الامريكان. الكورس ده عباره عن كتاب جبنا فيه American Family، اسره امريكيه، وحطيناها في مواقف مختلفه. وبعدين بدانا نشوف ايه المصطلحات والايدي او الايديومز اللي هم بيستخدموها في الحياه العامه، في الحياة الطبيعية بتاعتهم. فالكتاب مليء بالإيديومز الأمريكية أو المصطلحات الأمريكية، وفي طبعا سي دي مع الكتاب ده بتسمع بالظبط هما بيقولوا إيه. الكتاب يبقى الكورس ده بيحسن ثلاث حاجات، ثلاث مهارات: listening الاستماع، speaking الكلام، reading والقراءة. بيحسن ثلاث مهارات، في مهارة الرابعة مهارة الرايتنج مش موجودة في الكورس ده. طيب يبقى الكورس ده مهم جدا عشان لما تيجي بعد كده تشوف فيلم في التلفزيون تبقى انت فاهم هما بيقولوا ايه. تأكد ان انت في نهاية الكورس ده هتبقى فاهم بنسبة كبيرة جدا الفيلم اللي انت بتتفرج عليه. طبعا مش بنسبة 100% لان الكتاب ما جابش كل المصطلحات، لكن جاب كمية كبيرة جدا من المصطلحات، واللي انت لما تتعلمها هتبقى فاهم معظم الكلام اللي قدامك في الافلام. طيب الكورس ده ناخده ازاي؟ الكورس ده ليه طريقتين، طريقة اونلاين وطريقة فيس تو فيس. اونلاين ده متاح للناس كلها، انا هسيب رقم دلوقتي هيظهر لك على الشاشة، الرقم ده رقم واتساب هتتواصل معايا، هعمل جروب على الواتساب اسمها اونلاين كورسز او كورسات اونلاين. اللي حابب يشترك معانا في الكورس هيبعت رسالة، ممكن يبعتها لي على الخاص او ممكن يبعتها على الجروب. ولو حابب ان هو يشوف ايه، يعني عاوز اي استفسارات عن الكورس وكده انا معاه. الكورس مدته من شهر لشهر ونص، كل مرة ثلاث مرات في الأسبوع، كل مرة ساعة. نسيت أقول لكم طبعا إحنا قلنا أونلاين، والطريقة التانية فيس تو فيس، بس الطريقة الفيس تو فيس دي خاصة بالناس اللي في دولة الكويت فقط، دولة الكويت فقط، لأن أنا موجود في دولة الكويت حاليا. فاللي حابب ياخد الكورس قدامنا الطريقتين، يا إما فيس تو فيس يا إما أونلاين. هسيب رقم تليفون، الكورس مدته شهر ونص، ثلاث مرات في الأسبوع. ان شاء الله في نهايه الكورس ده هتحس بتغير جذري في مستوى السبيكنج عندك وفهمك للغه الانجليزيه. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تشتركوا في الكورس ده، واللي حابب يتعلم معانا اهلا وسهلا بيه. وان شاء الله لو حابب اي استفسار سيب تعليق تحت الفيديو او تواصل معايا على الواتساب على الخاص. واشوفكم ان شاء الله على خير، واتمنى لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.